كنت تخمم غير كيف تسلت ياك شي كتير تسلت وتخمم غير كيف تفلت. انا فرحانه بزاف 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 التواجد ديالي هنايا في موريال، وانا جايه فرحانه بزاف ومتشوقه باش نتلاقى مع الجمهور ديالي، وانا جد سعيده بالمشاركه ديالي في هذا الحفل الشيق اللي جمع جميع يعني المغاربه اللي ساكنين هنا في موريال وفي النواحي ديال موريال. فانا جد فرحانه باش نتلاقى بهم ونحاول اني نسعدهم ولو بالقليل، وجيب لهم معايا تحيه كبيره 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 معايا من المغرب، وانا هزه على قلبي وعلى كتافي وعلى راسي. انا جيت من اوتاوا باش نحضر لهذا ليفينمون اللي حضرت اللي موجده غرفه التجاره والصناعه الدوره الرابعه على التوالي، باش نشوف بزاف ديال الحوايج التقليديه مغربيه، حنا طاجين، كيعرفونا بزاف على حساب لي بنك، كيفاش الا بغيتي تشري دار، وهاد كيعطوك دي زانفورماسيون بالنسبه للجاليه المغربيه اللي شحال هادي ما مشاو للمغرب. حنايا تنجيو ديما تنتبعوا المهرجانات باش نفوجوا على راسنا، واكثريه اليوم كاينه الفنانه الكبيره ديالنا لالا نجاة عتابو، دونك جبنا الدراري وجينا ان شاء الله باش نشوفوا هاد الاجواء، ولان الجو هنا زوين والمغاربه ديالنا كلهم مجموعين، وهذا اللي كيحفزنا باش نجي ونجتمعوا هنايا ونشوفوا الجو الرائع هنايا، الموسيقى، الاجواء المغربيه ديالنا والناس، وزعما الجو رائع بزاف. ستان ليو اللي كاينين فيه بزاف المغاربه، ونتلاقاو مع الناس حبابنا، وحضور كثير، والجو زعما ما نقولكش شي حاجه زعما عالميه.